أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو ثارة من علم إن كنتم صادقين ومن ضل ممن يدعو من دون الله ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا أشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو ثارة من علم إن كنتم صادقين ومن ضل ممن يدعو من دون الله هذا ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لم يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا أشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو ثارة من علم إن كنتم صادقين
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لم يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم كافرون. وإذا أشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو ثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لم يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا أشر الناس كانوا له أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا للحق لما وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.